والله أستاذ ناصر، تحياتي لجميع في هذا احنا المنتدى تحيتنا الأستاذ. المتداولة، سلام القدس لكم وعليكم. سلام القدس لكم وعليكم أستاذ ناصر والأخوة والأخوات والأصدقاء الموجودين في هذا حياك الله اللقاء يا أستاذ وفي هذا غسان. المنتدى. بتقديري يعني أحداث طوفان الأقصى وعملية طوفان الأقصى وما تلاها من عدوان إسرائيلي على غزة وجبهات المساندة أتاحت لنا أن نعود وننظم أولوياتنا ورؤيتنا للصراع بعد 10 سنوات دامية، كانت برأيي مقدمة لما نشاهده اليوم من حالة عجز رسمي عربي هائل وشكل من أشكال شكل من أشكال الخمود لدى الشعوب العربية، باستثناء وجود فكرة المقاومة ومنطق المقاومة ومشروع المقاومة الذي لولاه لبدت البلاد أمام حالة من عدم وجود أجوبة على حجم المخاطر التي تترتب اليوم وعلى حجم الأفق والآفاق عفوا التي تفتحها هذه المرحلة. نحن نتعرض برأيي لهجمة استعمارية جديدة متجددة منذ العام 2003، وكل ما تلا العام 2003 كان مقدمات لما يسمى الربيع العربي، وأيضا أحداث الربيع العربي بمعزل عن أحقية بعض الشعوب العربية أو كل الشعوب العربية في المطالبة بتحسين ظروفها بمزيد من الشراكة السياسية بمزيد من حق التعبير إلى آخره يعني، ولكن بالحقيقة كنا أمام استخدام استعماري لظروفنا الداخلية، وترتب على ذلك هجمة استعمارية جديدة أدت إلى تدمير دول وطنية مركزية مهمة في المنطقة، أو لنقل أدت إلى تدمير وشل دول مركزية مهمة في المنطقة. نتحدث عن سوريا، نتحدث عن العراق، نتحدث عن ليبيا، نتحدث عن مصر التي جرى يعني تطويقها وجرى شلها وجرى إغراقها بالاقتصاد والأزمات وغيره من الأمور والسيطرة على قرارها السياسي. فنحن منذ العام 2003 والملحق الذي جاء في العام 2011 وما بينهما نتعرض لهجمة استعمارية أفضت في بعض الأماكن إلى عودة القواعد العسكرية الأجنبية إلى بلادنا. يعني عندما نتحدث عن مرحلة الستينات والخمسينات كان عنوان الاستقلال والتحرر هو التخلص من النفوذ الأجنبي ومن القواعد العسكرية الأجنبية، وقد نالت الكثير من الدول العربية استقلالها، ولكن المسار الذي خاضته الدولة الوطنية لأسباب متعلقة بالصراع مع العدو الإسرائيلي وأسباب ذاتية خاصة، هذه التجارب يعني أفشلت وفشلت وأرهقت من أجل تأمين التفوق الإسرائيلي ومن أجل ترك المنطقة من دون أن تتحد وأن تنظم قواها الشعبية ومواردها وأن تقوم بمواجهة متكافئة مع العدوان على الأمريكي والغربي والإسرائيلي والمظهر الإسرائيلي المتقدم في للاستعمار الغربي في بلادنا. ومن هنا كنا أمام محطات في الهجمة الاستعمارية المتجددة، وكنا أمام جواب
قدمته قوى المقاومة وقدمه محور المقاومة. وهنا دعوني أشير إلى صفقة القرن التي بدت في وقتها وكأنها مشروع استكمال لكل الهزة الأرضية التي قاموا بها في بلادنا منذ العام 2011 حتى العام 2017-18، والتي أدت إلى تدمير دول وطنية ناشئة صاعدة تقوم بتجربتها، تقوم ببناء قدراتها، تعتمد على ذاتها، و يعني استثمروا في الحروب الأهلية وفي تدمير الدول المركزية، ومن ثم في وضع اليد المباشرة على بعض الثروات في المنطقة، الأمر الذي يجعلنا اليوم في محور المقاومة أمام حتمية خوض معارك استقلال جديدة، معارك تحرر وطني واستقلال جديدة على خلفية هذا الحضور الاستعماري المؤثر والمجرم والقاتل الذي ضرب ليس فقط يعني لم يقم فقط باحتلالنا، بل ضرب اقتصادياتنا، فتت مجتمعاتنا، ضرب وضع يده على ثرواتنا. ومن هنا أعتقد بأن 7 أكتوبر في وسعها أن تكون مفتتحا لحروب الاستقلال الجديدة التي سنطورها أو من المفترض أن نطورها في المقاومة وفي محور المقاومة، مستفيدين من هذه الفرصة من أجل أن يعني لا تضيع هذه الفرصة التاريخية في ظل وجود يعني أمريكا في لحظة ضعف. هنالك قوى متمردة على أمريكا لم تصغ حتى الآن قواها بشكل كامل ولا صاغت تحالفاتها وحددت مصالحها المشتركة بشكل كامل. أمريكا لا تزال رغم ضعفها تقود المحور الغربي، ولكن كل المحور الغربي يبدي علامات ضعف. علامات الضعف هذه انعكست في إسرائيل وانعكست في أداء إسرائيل حتى في الميدان، وبالتالي نحن أمام فرصة من أجل أن نشرع بتطوير المواجهة، واعتبار 7 أكتوبر لحظة للشروع بحروب استقلال واضحة وجديدة تتوحد عليها الأمة، تعود وتتوحد عليها الأمة مجددا بعد التشظي وبعد الفتن والمذهبيات والجهويات والطائفية التي والقبلية التي سرت في المنطقة. وهنالك علامات إيجابية وهنالك مؤشرات مهمة جدا لمصلحة هذا المنطق تتمظهر في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا والعراق واليمن وكل الدول التي لا تزال ترفع فكرة ومشروع المقاومة كرد وحيد على هذه الاستباحة الدولية وعلى هذا الإجرام الذي وصل إلى مستوى التوحش ووصل إلى مستوى اعتبار الإنسان العربي والإنسان في هذه البلاد يعني كما قال جالنت حيوانات. وإذا كان العدو ينظر بهذه اللغة فلا منطقة معه سوى الحديد والنار. وشكرا لكم. شكرا يا أستاذ غسان، سلام القدس لك وعليك، سلام شكرا القدس على لكم المداخلة، شكرا وعليكم. شكرا. خليني لحظة.